السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي اي عنصر من العناصر تمام سيلكت دي البارامتر الموجوده، في اداه بتزود لي بقى بعض البارامتر اللي هي ديت جريد بارامتر، بيزود البارامتر ويكتب لي فيه كله مثلا هو اللي دي 100 او 200 او كده، واقدر انا اعدل فيه اللي دي مانجر وتقول له كريت بارامتر، يبدا يعمل لي كريت بارامتر في العناصر الموجوده في المشروع. وبعد كده تقدر تعمل سيت لود ال دي او ال دي فلتر. لما تيجي تعمل سيلكت هتلاقي ان هو ضاف لي كرنت ال دي والتارجت ال دي والام اي اي اللي هي مين اللي عمل البارامتر دوت والزون. تقدر تقول له سيت ال دي، تعمل سيلكت على اي عنصر مجموعة من العناصر وتبدا تديله ال دي اللي انت عايزه، سواء 100 او 200 او 300 او كده، سواء كرنت او التارجت. ممكن تعمل ال دي فلتر، تقدر تقول له انا عايز اعمل فلتر والوان معينه لل دي 100 و200 وتديله شفافيه اللي انت عايزها.